تحية لكم إخوان طيبين، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند أطول رحمه كما العادة معكم أخوكم مصطفى. فهذه سيارة جميلة نقية نظيفة، محبوبة العشاق ومحبوبة العشاق ديال المرسيدس كلاس سي، شي حاجة ناضية تبارك الرحمن كما عودتكم وكما اللي تيعشقها قلبي والبياس اللي تنبغيه لنفسي راه هو اللي كنجيب الحمد لله. شو هاد الجيت كيلف على السيد هو شو الحديد ديال ولد رحيم تبارك الرحمن. غندوبلو غندوبلو ايوب. وفين ايوب؟ صديق ديالنا وكليا ديالنا قديم بعنا له هذا 2021 انا عليها هو في الدار ديالي الله ناضي اي حاجه اخويا ايوب لا اللي بغى شي حاجه هو مصطفى عنده غير المليح غير مليح تبارك الله شكرا ها هي هو راه هو ليكزومبل سمعتوا سمعتوا هذه تقريبا 3 سنين هو عندي تبارك الله الحمد لله والله حبك الحمد لله كل شيء بخير والله حبك الله دوز دوز راه ندوز هذا ديالنا مسكين وصاحبنا ديما تلقاه تيلعب في الكلوب داك جيتسكي تبارك الله والله يسهل عليه والحمد لله. هادشي اللي كيعجبنا الخوت والله العظيم هذا هو المعرفه. ها كلشي مشى فلبعناه له فلوس مشات هو راه لاعب دابا فالحمد لله يعني كل حاجه عندها النقا. بعثوا له دار 40 ساعه داك جيتسكي بعثوا له جديد تبارك الله. ومرحبا الخوت راه كاين واحد خويا واحد سبارك بحال هذاك تبارك الله تريكس شي حاجه جديده تبارك الله. وعلى اي حنا دابا خلينا في الموضوع ديال هاد الغزاله هاد كلاس سي 220 نقيه تبارك الرحمن كما تشوفوا النقا والعود واحد الديزاين ديالها هنايا في الطابلو يعني واعر بصح واعر. الموديل 2018 شهر 6 2022 شهر 12 فيه واش 23 ولا 20 بحال هكا. المهم 2022 شهر 12 نوقفوا ان شاء الله ونصورها لكم من برا الخوت الحباب. وتحيه لكم والله العظيم لا شكرا بعدا على الدعم ديالكم وشكرا على هاد السيارات نيت. شكرا لاصحابها النيت اللي جابوها من برا وباعوها لنا شكرا جزيلا. وشكرا لجميع الناس اللي كيتواصلوا مع طول درحيمو تيصيفطوا لنا السيارات وتشجعونا اننا نزيدوا نطوروا الجوده ونزيدوا نقلبوا على السيارات ان شاء الله اللي عمرهم ما يكون فيهم ان شاء الله العيب وتكون خدمه زوينه وسيرفيس نقي. وما توفيقنا الا بالله العلي العظيم. فنسال الله سبحانه وتعالى يبارك الجميع. وهاد السيارة تبارك الله راها ديوانة يعني شي حاجة ناض وبصح تبارك الله والله ما تسخى تنزل منها زعما صراحة. شي بحال هذيك اللي بعت للسيد 2020 شحال ديال التعليقات وشحال ديال الهضرة والاول داها الختها اللي كانت الكحلة عندي 2020 هذيك كانت بلاد هذي ديوانة. جزيلا راه كنتعاونو في هاد الخدمة هاد والله تانتوما تتعاونوني في هاد الخدمة وباش ندير جهدي بصح ونعطيكم سيارات في المتناول واللي نطوروا الخدمه ان شاء الله وتكون الامور طيبه ان شاء الله. ممكن ندير جهدي من الاخر تندير جهدي باش نعطيكم جوده زوينه وبثمن معقول.